نجحت مصر عبر معبر رفح البري في إدخال أكثر من 3315 شاحنة مساعدات إنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، هذا إضافة إلى 105 شاحنات وقود منذ بداية شهر أبريل الحالي. وشهد المعبر تسهيل مرور شاحنات بعالي مؤسسة حياة كريمة وقوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. هذه ساحة معبر رفح البري، وعلى مرمى البصر ترى اصطفاف الشاحنات التي لا حصر لها والتي تحمل عددا كبيرا من أطنان المساعدات الإنسانية والطبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. ورغم بطء إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في منفذي كرم أبو سالم والعوجة، إلا أن مصر استطاعت منذ الأول من أبريل وحتى 20 من الشهر نفسه إدخال أكثر من 3315 شاحنة مساعدات، بالإضافة لأكثر من 105 شاحنة للوقود. المعبر اليوم شهد دخول عدد من شاحنات المساعدات التابعة لمؤسسة حياة كريمة، والتي لا زالت تواصل عملها في تجهيز وإرسال العديد من القوافل الإغاثية لقطاع غزة. وتتزامن هذه الشاحنات مع وصول بعض شاحنات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لأهالي غزة، مع مواصلة المعبر في استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين. جهود مصرية كبيرة تؤكد أن مصر الداعم الأول والأكبر للقضية الفلسطينية وللأشقاء في قطاع غزة، فمصر أول من حددت مسارات استقبال وإرسال المساعدات برا وبحرا وجوا، فضلا عن استمرار الإسقاط الجوي لعشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة. محمود جميل، التلفزيون المصري.